مهرجون وبهلوانيون يخاطرون بحياتهم في مناطق غريبة. موسيقيون يختبرون قدراتهم الإبداعية في السقوط الحر. الفرنسي تاكنريت ميلي ابن 30 عاما، رياضي مجازف وهو مصمم هذه الرقصات في الطبيعة. أعتقد أنه يمكن الجمع بين الشعر والفن والرياضات الخطرة، وخاصة أن السؤال هذه الأيام عما هو الأفضل والأول والأكثر تهورا. نحن نجازف كثيرا بالطبع، ولكن يمكن القيام بذلك بطريقة أخرى. وما يهمنا في الموضوع هو المتعة وأن نلهم بعضنا البعض. في فيلم بيتيت بوس ريجي يسافر فنانون ورياضيون معا عبر أوروبا في حافلة حمراء صغيرة، هدفهم تحقيق المستحيل في أكثر الأماكن غرابة. ويمكن استخدام سقف الحافلة كمنصة للقفز أيضا. كنت أعمل على الكاميرا وأصور المهرج. أتذكر أنه بدأ متوترا جدا عندما قفز من فوق السياج، كان تعبير وجهه متشنجة، ولكن عندما رآني وتلقينا بالنظر علت وجهه ابتسامة أثناء سقوطنا معا. كانت تلك اللحظات أمرا لا يصدق، كان شعورا رائعا. التدريب اليومي ضروري للتحضير للمغامرات الخطرة جدا. أعمال التصوير تحتاج على سبيل المثال إلى التوازن الحر على حبل مشدود بين قيمتين صخريتين في مرتفعات بلانك. يشعر المرء بخوف دائم، ولا يمكنك أن تمشي على الحبل دون خوف، إلا أن المهم في ذلك هو تجاهل الخوف والتركيز على كل خطوة، على ألا تنسى حجم المجازفة، فهذا ليس لعبا. لدي إحساس بالطمأنينة داخلي، والبيئة المحيطة تساعدني على ذلك، فهذه الجبال عظيمة وحاضرة، وهي تبعث الراحة في النفس. كنت ببساطة في بيئتي وكأنني في حالة من النشوة. بدأ كل من ميلي وصديقه قبل 5 سنوات بتصوير مغامراتهما في السير على حبل من النايلون بين جبال الألب الفرنسية. بعد ذلك شدوا الحبل بين مبنيين مرتفعين في باريس. أنتج ميلي 3 أفلام، وفي الفيلمين الأخيرين قام مع المخرج الفرنسي روسي بالبحث عن صور جديدة ومثيرة. عادة يكتب سيناريو الفيلم أولا وبعد ذلك يتم تصوير الفيلم، إلا أن الأمر عندنا معكوس تماما. لدينا فكرة وحرية كاملة لعمل ما نريد، وبعد ذلك يأتي روسي ويصور هذه الحرية والطاقة. فقط من خلال هذه الطريقة يستطيع أن يصور المشاعر الحقيقية في المغامرات التي نقوم بها. ما يقوم به ميلي أمام الكاميرا يثير الجميع، فهو على مدى سنوات يبدع رياضات خطرة جديدة من أجل أفلامه، مثل القفز بالمظلات من فوق الحبل إلى الوادي، وذلك بمحاذاة الجرف الصخري. أحيانا يخاطر المرء كثيرا، وذلك من أجل الإجابة على أسئلة كالأسئلة عن الحياة والموت، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد، فأنا مقبل على عمر يجعلني أفكر في أمور كهذه، وكيف يمكنني أن أنقل هذه التجارب للأطفال. أريد أن أكون عائلة، وحينها سينتهي هذا البحث الشخصي. يريد ميلي أن يصور أفلاما جديدة، ولكن مشاريعه غير العادية ستحوي في المستقبل المزيد من الفن والقليل من الرياضات الخطرة.